الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الله الباطن وتوفيق الله عز. نستمر في قراءة كتاب تيسير العلام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 25 من جماد الآخرة لعام 44 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الأول لعام 23 و2000، وقد بلغنا الحديث 77. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. رواه البخاري ومسلم. واحد مرة أحد الأئمة صلى وطول، طول يعني بشيء واضح، فقلت له: أخي أنت تصلي لنفسك أو للناس؟ فقال: أصلي لله. يعني ما يبين أنصحك، أصلي لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم للناس، ها، صلى للناس، فأنت إمام للناس، عملك تبتغي بوجه الله، صح، لكن أنت لما تصلي إمام أنت تصلي للناس، صلي نفسك يعني تصلي منفرد، صلي للناس يعني تأمهم، واضح؟ هذا حديث صحيح وصريح. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، هذا التخفيف يجب أن لا يكون مخلا في الأركان. لو صلى وخفف تخفيفا مفرطا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسرع في صلاة، قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. كما أن التخفيف يعني السريع أيضا يضر بالمصلين، لأن ليس كل المصلين درجة واحدة من القوة والشباب وخفة الوزن، حتى أنك تسجد بسرعة وتقوم بسرعة، في بعضهم يحتاج إلى أن ينزل السجود، يشق عليه ذلك. فهذا التخفيف أيضا لابد أن يكون على السنة، يعني بعض الناس ربما خفف وأسرع حتى ما يستطيع الواحد يصل للسجود إلا هو قد رفع، ما يتفق المأموم مع الإمام، ما يجتمعه في السجود لأنه هوى للسجود ورفع، وهذا المسكين توه ما وصل للسجود، ثم يجلس ثم يكبر، يمكن هذا ما رفع حتى من السجدة الأولى، هذا ليس تخفيف. فالتخفيف يكون على السنة، يكون على السنة، لا يطيل فيشق على الناس، ولا يسرع فيشق على الناس. أيضا السرعة في مشقة على الناس، انتبهتم؟ يعني واضح أن الذي يطيل يشق على الناس، ولكن الذي يسرع سرعة مفرطة أيضا يشق على الناس، فيكون معتدلا، تخفيف على السنة. هذا الحكم معلل، ما معنى معلل؟ يعني ذكر علته، لماذا فليخفف؟ قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم، مريض يعني، وذا الحاجة. ذا الحاجة يعني واحد يعني عنده عمل، قد يكون مزه هذا في السوق أو على قارعة الطريق، لما تطول فيه يتأخر، واضح؟ وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أنت مع نفسك كيفك. نعم. حديث بعد 78. قال الحديث 78 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غاضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليؤجز. نعم. قال: فليؤجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. نعم. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي: جاءت هذه الشريعة السمحة باليسر والسهولة ونفي العنة والحرج، ولهذا فإن الصلاة التي هي أجل الطاعات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بالتخفيف فيها لتتيسر وتسهل على المأمومين فيخرجوا منها وهم لها راغبون، ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل إما لعجزه أو مرضه أو حاجته، فإن كان المصلي منفردا فليطول ما شاء،
لأنه لا يضر أحدا بذلك. ومن كراهته صلى الله عليه وسلم للتطويل الذي يضر الناس أو يعوقهم عن أعمالهم أنه لما جاءه رجل وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة من أجل الإمام الذي يصلي بهم فيطيل الصلاة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إن منكم من ينفر الناس عن طاعة الله ويكره إليهم الصلاة ويثقلها عليهم فأيكم أما الناس فليوجز فإن منهم العاجزين وذوي الحاجات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على من؟ على الإمام ولا على المأموم؟ على الإمام سبحان الله. شوف يعني قد يتبادر الذهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على فلان لأنه خرج من الصلاة أو يتأخر على الصلاة، لا، غضب على الإمام اللي هو السبب لتأخير هذا الرجل عن الصلاة أو لمشقته على الناس. ومشهور حديث معاذ أنه قال فتأمنت يا معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة العشاء الآخرة ثم ينقلب إلى قومه ويصلي فيهم، يستفتح بسورة البقرة، هؤلاء فلاحين يشتغلون بالفلاحة وتعبانين، حتى أن أحدهم خرج من الصلاة اتهموا بالنفاق فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطيل فينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ وقال فتان أنت يا معاذ. نعم. قال اختلاف العلماء: هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول بحيث يكبر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وبأنه يقرأ في الصلاة المكتوبة بطوال السور كالبقرة والنساء والأعراف ويقرأ بطوال المفصل قاف والطور ونحوهما. وهناك أحاديث صحيحة تحث على التخفيف، منها هذان الحديثان اللذان معنا، وأنه يقرأ يقول يا أيها الكافرون والإخلاص ونحو ذلك. والناس تبعا لهذه الأدلة مختلفون، فمنهم من يرى التطويل عملا بأحاديثها، ومنهم من يرى التخفيف عملا بما ورد فيها. والحق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض ولله الحمد، وكلها متفقة، ولكن التخفيف والتطويل أمران نسبيان لا يحدان بحد، لأن الناس في ذلك على بون بعيد، فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة، وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة. ما المقصود بالناقرين؟ قال فالناقر يرون الصلاة المتوسط طويلة. من هم الناقرون؟ يعني الذي ينقرها نقر الغراب أو الديك، سريع بعض الناس ما شاء الله، ها؟ يعني التسبيح ما تدري متى يسبح، يمكن تسبيحه قبل أن يصل الأرض وتسبيحه ها في الأرض وتسبيحه قائم، إذا سبح ذا التسبيحة هذا يبطل الصلاة، صلى الله عليه. نعم. قال فليرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حاله وصلاته ويطبق بعضها على بعض ويظهر الحق الفاصل. وقد ذكر الصنعاني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته لعلمه بحال المؤتمين به، وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة. قال ما يؤخذ من الحديثين: أولا بعدين يعني حتى الإمام نفسه، أحيانا الإمام قد يتقصده الناس لحسن قراءته وأدائه، يعني يمكن لو يقصر شوي الناس يقول في لسان حاله يقول إيش طول، وفي بعض الأئمة الله المستعان يقول متى يخلص بس، صح؟ يعني هذا وارد. فتصور هؤلاء يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، توقع واحد يصلي مأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ها ما يشعر بشيء. الإمام من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أن أحد لا يتمنى لو رأى نفسه في المنام مؤتم بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، هذه حلوة، روح نام قل يا رب. المهم فاللي يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن من يأتم بغير النبي عليه الصلاة والسلام. ربما نظير هذا اليوم، واحد بعض الناس يذهب الحرم يصلي بالحرم وجو إيماني وجاي وأصل العمرة، ترى ما يشعر بالتطويل لو طول الإمام مثل لو صلى في مسجد مثلا بيته أو مسجد حارته، يفرق. واضح؟ نعم. قال ما يؤخذ من الحديثين: أولا وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الإتمام. قال ثانيا مع الإتمام، تخفيف مع الإتمام. نعم. قال ثانيا غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين وعده هذا من الفتنة. ثالثا جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء،
وقيد بأن لا يخرج الوقت وهو في الصلاة، وذلك كي لا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها. قال رابعا: وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة. قال خامسا: أنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثر التطويل. قال سادسا: أنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير ويحببه إليهم ويرغبهم فيه، لأن هذا من التأليف ومن الدعاية الحسنة إلى الإسلام. بارك الله فيك، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله أجمعين.